بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة اليوم راح نتكلم عن section 3.7 بعنوان the derivative of inverse functions أو مشتقة الدوال العكسي. أهلا وسهلا بكم وأتمنى لكم محاضرة ممتعة بإذن الله. شفنا في chapter 1 إنه إذا كان عندي function f of x والفانكشن كان 1 to 1 ممكن نتكلم عن الانفرس للفانكشن وسميناه f inverse of x. وشفنا انه اذا كان الf inverse هو الانفرس للفانكشن f فان f inverse بعد f الx هي راح تساوي x لجميع قيم x في دومين الf، وكمان f بعد f inverse الx راح تساوي x لجميع قيم x في دومين الf inverse. اذا هاي العلاقه بين الf والf inverse درسناها بشكل جيد في chapter. طيب الآن بدي أفرض أن الأف والأف إنفرس هم differentiable functions وبدي أحاول أبحث عن الديريفاتيف للأف إنفرس. خليني أبدأ من المعادلة اللي هو لاحظوا اللي بتوضح العلاقة بين الأف والأف إنفرس. إذا أنا بعرف أنه أف إنفرس الإكس هاي دائما راح تساوي كام؟ راح تساوي إكس. ممتاز. الآن بدي أخذ الدي على دي إكس أو الديريفاتيف بالنسبة للإكس لطرفي المعادلة اللي هو راح يصير معي دي على دي اكس اف انفرس الاكس. هاي شو راح تساوي؟ دي على دي اكس للطرف الايمن اللي هو كام؟ اللي هو اكس. طيب الان هاي الدريفاتيف شو بتساوي؟ لاحظوا الان ممكن استخدم التشين رول. شو بتحكي لنا التشين رول؟ انه الدريفاتيف للاف بعد اف انفرس هاي راح تعطيني اف برايم نحتفظ بالفانكشن اللي بالداخل اللي هو اف انفرس الاكس، ونضرب الناتج في الديريفاتيف للفانكشن اللي بالداخل، يعني في f انفرس برايم للاكس. اذا هاي الديريفاتيف للجهه اليسار. الان دي على دي اكس للاكس هاي راح تساوي كام؟ 1. اذا من هالمعادله ممكن نحكي انه f انفرس برايم اوف اكس اللي لاحظوا هاي شو بتساوي؟ راح تساوي 1 على كام؟ على المقدار اللي هون اللي هو f برايم في f انفرس x. ممتاز. بس لاحظوا الان هاي الديريفاتيف عشان تكون معرفه لازم المقام لا يساوي صفر. اذا f برايم f انفرس x لازم لا تساوي صفر. ممتاز. الان هاي لاحظوا بتعطيني الديريفاتيف لمين؟ ل f انفرس x. اذا هيك انا فعليا وجدت قاعده لايجاد الديريفاتيف للاف انفرس. لكن لاحظوا شو مشكلتها هاي القاعدة؟ انه عشان اوجد الديريفاتيف للاف انفرس انا بحاجة لمعرفة الاف انفرس، وانا فعليا اذا بعرف الاف انفرس اوف اكس ممكن استخدم قواعد الاشتقاق العادية واوجد الديريفاتيف للانفرس. اذا هاي القاعدة فيها نوع من المشاكل. خليني الان احاول ابحث عن قاعدة اخرى. طيب خلينا نفرض انه الواي بتساوي f انفرس x. اذا الانفرس فانكشن فرضته شو بيساوي؟ بيساوي y. اذا من تعريف الانفرس هاي بتعطيني مباشره انه f الواي شو راح يساوي؟ f الواي بيساوي x. ممتاز. ان هاي المعادله اللي على اليسار بدي اخذ الديريفاتيف بالنسبه للاكس للطرفين، راح يصير معي d على dx للواي بيساوي d على dx ل f انفرس x. ممتاز. وهاي المعادلة اللي على اليمين بدي اخذ الديريفاتيف بالنسبة للواي. إذا هاي راح تصير معي دي على دي واي لمين؟ لاف الواي راح تساوي دي على دي واي للطرف الأيمن اللي هو اكس. ممتاز. طيب الآن نرجع للمعادلة الأولى. دي على دي اكس للواي هاي شو بتعطينا؟ بتعطيني دي واي على دي اكس شو بتساوي؟ تساوي دي على دي اكس اف انفرس الاكس. لاحظوا دي على دي اكس اف انفرس الاكس هي يعني اف انفرس برايم اوف اكس. ممتاز. اذا انا جبتها من المعادله الاولى. طيب المعادله الثانيه دي على دي واي اف الواي هاي شو راح تعطيني؟ اف برايم الواي تساوي دي على دي واي للاكس هاي بتساوي كام؟ بتساوي دي اكس على دي واي. ممتاز. طيب لاحظوا دي واي على دي اكس شو بتساوي؟ دي واي على دي اكس راح تساوي اف انفرس برايم اوف اكس اللي هي الطرف الايسر من المعادله اللي في المستطيل، وهاي شو راح تساوي طبعا؟
راح تساوي 1 على f برايم في f انفرس الاكس. لاحظوا الان f انفرس الاكس شو هي؟ من هون f انفرس الاكس هي y، اذا هون ممكن احط هون f برايم الواي. ممتاز. وهاي شو راح تساوي؟ لاحظوا 1 على f برايم الواي من هاي المعادله هي عباره عن dx على dy، اذا هاي 1 على dx على dy. اذا ممكن اتوصل الان لقاعده جديده لايجاد الانفرس او الديريفاتيف للانفرس، بتحكي لنا انه dy على dx راح تساوي 1 على dx على dy. ممتاز. اذا خلينا نحطها الان في مستطيل مره اخرى. اذا لاحظوا هيك طلعت قاعده جديده لايجاد الديريفاتيف للانفرس فانكشن. ولاحظوا هاي الان مشكلتها انه راح تعطيني الديريفاتيف للانفرس بدلاله الواي، بدلاله الواي. اذا بدي ابحث عن طريقه معينه لاعاده تحويلها بحيث تكون فانكشن اوف اكس. اذا الان في عندي قاعدتين لايجاد الديريفاتيف للانفرس، هاي القاعده الاولى وهاي القاعده الثانيه. شفنا في النقاش السابق كيف ممكن نوجد الديريفاتيف للانفرس فانكشن بشكل عام. الان راح انتقل للحديث عن نوع خاص من الفانكشنز اللي هو inverse trigonometric functions. كيف راح نوجد الديريفاتيف للانفرس trigonometric functions؟ بخبرنا هالشي هو theorem 3.7.2. طيب شو بتحكينا هالنظرية؟ لاحظوا الان الديريفاتيف للساين انفرس اكس هي 1 على جذر 1 ناقص اكس تربيع، وفي restriction على الاكس انها لازم تكون اكبر من ناقص 1 واقل من 1. نهاية الديريفاتيف للساين انفرس. الآن الديريفاتيف للكوساين انفرس نفس الديريفاتيف للساين انفرس، لكن هون في عندي إشارة ماينس، ولاحظوا نفس الريستريكشن على الدومين. طيب الديريفاتيف للتان انفرس بتساوي 1 على 1 زائد اكس تربيع، ولاحظوا ما في عندي أي ريستريكشن على الدومين. كمان الديريفاتيف للكوتان انفرس هي نفس الديريفاتيف للتان انفرس مع إشارة الماينس. طيب الآن الديريفاتيف للسيكنت انفرس راح تساوي 1 على اكس بجذر اكس تربيع ناقص 1، وفي عندي هالريستريكشن على الدومين انه الابسوليت فاليو للاكس لازم تكون اكبر من 1 لحتى يكون هالجذر معرف. الان الديريفاتيف للكوسيكنت انفرس نفس الديريفاتيف للسيكنت انفرس، لكن ايضا في معي اشاره ماينس. ممتاز. الان راح احاول اثبت بعض هاي العلاقات. لاحظوا خلينا احاول الان اثبت انه الديريفاتيف للساين انفرس اكس بيساوي 1 على جذر 1 ناقص اكس تربيع. خليني الان احاول اثبت الفرع الاول من النظريه السابقه. الان الفرع الاول بيتكلم عن الديريفاتيف لساين انفرس الاكس. الان عشان اوجد الديريفاتيف للساين انفرس خليني افرض انه الواي بتساوي ساين انفرس اكس. ممتاز. اذا الان انا لاحظوا ببحث عن ايش؟ ببحث عن دي واي على دي اكس. الآن من تعريف الانفرس إذا كانت الواي بتساوي ساين انفرس اكس، إذا هاي راح تعطيني مباشرة إنه ساين الواي شو بيساوي؟ بيساوي اكس. ممتاز. الآن هل في أي ريستريكشن على الواي؟ لاحظوا لما تكلمنا عن الانفرس للساين حكينا إنه الساين بشكل عام نوت وان تو وان فانكشن، وبالتالي عشان نوجد له الانفرس لازم أعمل ريستريكشن على الدومين. وحكينا إنه الدومين لازم يكون قيم الدومين محصورة بين الناقص باي على 2 وباي على 2. الآن الواي في دومين الساين، إذا الواي لازم تكون محصورة بين الباي على 2، يعني أقل أو يساوي باي على 2، وأكبر أو يساوي ناقص باي على 2. لاحظوا هاي جبناها من تعريف الساين انفرس. طيب الآن عندي هالمعادلة اللي هي ساين واي بتساوي اكس، بدي أوجد الدي واي على دي اكس. إذا بالتأكيد راح أستخدم الإمبليسيت ديفرنشيشن، أخذ دي على دي اكس للطرفين. هنا راح تعطيني دي على دي اكس ساين واي بيساوي دي على دي اكس للطرف الايمن اللي هو كام؟ اللي هو اكس. طيب انا شو الديريفاتيف لساين الواي؟ الديريفاتيف للساين هو كوساين واي، بحتفظ في الزاويه وفي مشتقه الزاويه اللي هي كام؟ الزاويه واي مشتقتها واي برايم، بيساوي الديريفاتيف للاكس اللي هي كام؟ 1. وهاي راح تعطيني انه الواي برايم شو بتساوي؟ من هون لاحظوا الواي برايم اذا قسمت الطرفين على كوساين واي هاي راح تعطيني انه y برايم تساوي 1 على كوساين y. ممتاز. الان لاحظوا انا وجدت الديريفاتيف للساين انفرس، لكن الديريفاتيف طلعت معي بدلاله الواي. الان بدي ابحث عن طريقه لكتابه الديريفاتيف لساين انفرس بدلاله الاكس. طيب
لحظة، أنا بعرف الآن المتطابقة المشهورة إنه ساين تربيع واي زائد كوساين تربيع واي، هاي دائما شو بتساوي؟ دائما بتساوي واحد، وبالتالي كوساين تربيع واي راح تساوي دائما واحد ناقص ساين تربيع واي، وهاي راح تساوي واحد ناقص، لاحظوا الآن من هون ساين الواي شو بيساوي؟ ساين واي بيساوي اكس، إذا ممكن أشيل ساين واي وأحط مكانها اكس، إذا هاي واحد ناقص اكس تربيع. طيب إذا كوساين الواي شو راح تساوي؟ راح تساوي بلس ماينس جذر واحد ناقص اكس تربيع. لاحظوا الآن مرة أخرى أرجع إنه الواي هي زاوية محصورة بين الناقص بايع اثنين وبايع اثنين، يعني هي زاوية في الربع الرابع أو الربع الأول، وفي الربع الرابع والأول دائما الكوساين راح يكون موجب، وبالتالي الآن ممكن أشيل هاي البلس ماينس وأكتفي بإشارة البلس. ليش؟ لأنه الكوساين دائما راح يكون موجب في الربع الرابع أو الأول. إذن كوساين واي بتساوي جذر واحد ناقص اكس تربيع. خليني الآن أرجع لهون، إذن الواي برايم شو راح تساوي؟ لاحظوا هاي الواي برايم واحد على كوساين واي، إذن هي واحد على الآن شو بدي استبدل الكوساين واي بجذر واحد ناقص اكس تربيع، إذن هاي جذر واحد ناقص اكس تربيع. لاحظوا الآن حتى يكون هالمقدار معرف لازم المقدار اللي داخل الجذر يكون أكبر من صفر، عشان يكون أكبر من صفر لازم الإكس تكون محصورة بين الواحد، يعني أقل من واحد وأكبر من ناقص واحد. ممتاز، إذن هاي هي الديريفاتيف للساين إنفرس للإكس. الآن ممكن أستخدم الطريقة نفسها اللي استخدمتها في إيجاد الديريفاتيف للساين إنفرس في إيجاد الديريفاتيف للتان إنفرس. إذا راح نبدأ لاحظوا من خلال الفرض إنه الواي بتساوي تان إنفرس إكس، وأنا الآن ببحث عن دي واي على دي إكس. طيب الآن من تعريف الإنفرس هي بتعطينا إنه تان الواي راح تساوي كام؟ راح تساوي إكس. طيب الآن هل في ريستريكشن على الواي؟ الآن لما عرفنا الإنفرس للتان حكينا إنه التان بشكل عام not one to one function، وبالتالي عملنا ريستريكشن على الدومين لحتى يكون one to one ونعرف له الإنفرس، وكان الريستريكشن إنه قيم الدومين لازم تكون محصورة بين الناقص بايع اثنين والبايع. الآن الواي في الدومين للتان، إذن الواي لازم تكون أقل من باي على اثنين وأكبر من ناقص باي على اثنين. هاي مرة أخرى جبناها من تعريف التان إنفرس. طيب الآن عندي هالمعادلة بدي أوجد دي واي على دي إكس، إذن راح أستخدم الإمبليسيت ديفرنشيشن، إذن خليني أخذ دي على دي إكس للطرفين، إذن دي على دي إكس لتان الواي راح تعطيني دي على دي إكس ل الطرف الأيمن اللي هو x. طيب الآن شو الديرفاتيف لتان الواي؟ الديرفاتيف لتان هو سيكنت تربيع، بحتفظ في الزاوية اللي هي y في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية، الزاوية هي y، إذا مشتقتها y برايم راح يساوي الديرفاتيف للx اللي هي كام؟ واحد، وهاي راح تعطيني إنه ال y برايم شو بتساوي؟ لاحظوا المعادلة قسم الطرفين على سيكنت تربيع y، إذا y برايم بتساوي واحد على سيكنت تربيع y. من هيك أنا وجدت الواي برايم أو الديريفاتيف للتان إنفرس لكن بدلالة الواي. مرة أخرى بدي أحاول أكتبها بدلالة الإكس، راح أستخدم متطابقة مشهورة أخرى اللي بتربط بين التان والسيكنت، إذا بتتذكروها كانت تان تربيع واي بيساوي سيكنت تربيع واي ناقص واحد، ومن هالمعادلة الآن سيكنت تربيع واي شو راح تساوي؟ سيكنت تربيع واي راح تساوي تان تربيع واي زائد واحد. طيب الآن لاحظوا مرة أخرى هاي شو راح تساوي الآن؟ تان واي من هون، تان واي شو بتساوي؟ تان واي بتساوي إكس، إذن تان تربيع واي هي عبارة عن إكس تربيع زائد واحد، إذن هاي السيكنت تربيع واي. ممتاز، الآن خليني أرجع للواي برايم اللي هون، إذن شو راح تساوي هاي واي برايم؟ تساوي واحد على سيكنت تربيع واي، الآن من هون سيكنت تربيع واي هي اكس تربيع زائد واحد. لاحظوا الآن ما في عندي أي ريستريكشن على الدومين لأنه المقام مستحيل يساوي صفر، وبالتالي ما عندي أي مشكلة. إذا هاي هي الديريفاتيف للتان إنفرس اكس. إذا لغاية الآن أثبتنا صحة الفرع A المتعلق بالديريفاتيف للساين إنفرس والفرع C المتعلق بالديريفاتيف للتان إنفرس.
الآن بالنسبة لبقية فروع النظرية ممكن أستخدم الطريقة نفسها لإيجاد الديريفاتيف لبقية الانفرس تريجونومتريك فانكشنز. ثيورم 3.7.3 هي مجرد تعميم للنظرية السابقة وبتعطيني الديريفاتيفز للانفرس تريجونومتريك فانكشنز في حال كانت الزاوية أي ديفرانشابل فانكشن مثل اليو. لاحظوا الآن راح أستخدم نفس القواعد السابقة لكن بناء على التشين رول مثل ما شفنا لازم في كل مرة أضرب في du على dx. إذن هون الديريفاتيفز للانفرس تريجونومتريك فانكشنز هي نفسها السابقة لكن في كل مرة لازم أضرب في مشتقة الزاوية أو du على dx. الآن إذا ترجع للخطة الدراسية للمقرر راح تلاحظ إنه example 1 غير مطلوب، عشان هيك راح انتقل مباشرة إلى example 2. طيب example 2 فرع A بيطلب من إيجاد الديريفاتيف لساين انفرس 5x. الآن الديريفاتيفز لجميع الانفرس تريجونومتريك فانكشنز لازم تكونوا حافظينها، لكن لأنه ما زلنا في البداية راح أوضع في كل سؤال القاعدة اللي راح أستخدمها لإيجاد الديريفاتيف، لكن بأكد مرة أخرى لازم جميع الطلاب يكونوا حافظينها بشكل جيد. طيب الآن عشان أوجد الديريفاتيف للساين انفرس 5x لاحظ قارنها مع القاعدة اللي هون، إذا بلاحظ مباشرة إنه اليو شو بتساوي 5x. طيب الآن خلينا نطبق القاعدة لإيجاد f برايم الاكس شو راح تساوي. القاعدة بتحكي لنا راح تساوي 1 على جذر 1 ناقص يو تربيع. لاحظوا هاي القاعدة 1 ناقص يو تربيع واليو هي 5x، يعني 1 ناقص 5x الكل تربيع، الآن مضروبة في du على dx، اليو هي 5x، إذن du على dx هي 5، وبالتالي راح تساوي كام؟ لاحظوا 5 بواحد راح تعطيني 5 على جذر الآن 1 ناقص 5x الكل تربيع راح تعطيني 25x تربيع. إذا هاي هي الديريفاتيف للفانكشن f of x. فرع B بيطلب منا إيجاد الديريفاتيف للفانكشن f of x بيساوي tan inverse جذر x زائد 1. الآن خلينا نقارن الفانكشن بالسؤال مع القاعدة الديريفاتيف للتان inverse u. راح ألاحظ إن اليو شو بتساوي؟ اليو بتساوي جذر x زائد 1. طيب ممتاز، الآن خلينا نستخدم القاعدة لإيجاد f برايم الاكس شو راح تساوي؟ طيب القاعدة بتحكي إن f برايم الاكس راح تساوي 1 على 1 زائد u تربيع، لاحظوا اليو هي جذر x زائد 1، يعني جذر x زائد 1 الكل تربيع. الآن في مشتقة اليو بالنسبة للإكس، لاحظوا اليو هي عبارة عن جذر، إذا مشتقتها مشتقة ما داخل الجذر اللي هي 1 على 2 في الجذر، على 2 في جذر الإكس زائد 1. ممتاز، إذا هاي هي f برايم الإكس، خليني الآن أشوف إذا بحاول أبسط، لاحظوا الآن هاي راح تصير 1 على 1 زائد الجذر مع التربيع بروح، إذا هاي إكس زائد 1، هون عندي 1 على 2 في جذر إكس زائد 1. ممتاز. الآن هاي شو بتساوي؟ لاحظوا الآن البسط 1 على، هنشوف في عندي في المقام، في عندي هون 2، خلينا نحطها في البداية، هون عندي x زائد 1 زائد 1، يعني x زائد 2، وهون عندي جذر x زائد 1. إذا هاي هي الديريفاتيف للفانكشن tan inverse جذر x زائد 1. فرع C بيطلب منا إيجاد الديريفاتيف للفانكشن f of t بيساوي t تربيع secant inverse 2t. لاحظوا الآن الـ f of t هو عبارة عن product of two functions، الأول هو t تربيع والثاني هو secant inverse 2t. إذن عشان أوجد f برايم t راح أستخدم الـ product rule. الـ product rule شو بحكي لنا الآن؟ الأول اللي هو t تربيع في مشتقة الثاني. شو مشتقة secant inverse u؟ لاحظوا هون الـ u شو بتساوي؟ الـ u هي 2t. وهي القاعدة، إذن الديريفاتيف للسيكند انفرس هي 1 على، لاحظوا على يو، اليو هي 2 تي في جذر يو تربيع، يعني 2 تي الكل تربيع ناقص 1، وهي مضروبة في الدي يو على دي تي، لاحظوا اليو هي 2 تي، إذن الديريفاتيف بالنسبة لتي هي 2. ممتاز، إذن لاحظوا هاي الأول في مشتقة الثاني، زائد الثاني اللي هو secant inverse 2 t مضروبة في مشتقة الأول، الأول هو t تربيع إذا مشتقته 2 t. ممتاز، الآن خلينا نحاول نبسط،
شوفي عندي اختصارات، لاحظوا هون يعني هون مثلا 2 بتختصر مع 2 والتي بتختصر مع التربيع. شو بضل عندي هون؟ لاحظوا راح يضل عندي في البسط تي على هون، شو بضل عندي؟ جذر 2 تي لكل تربيع يعني 4 تي تربيع ناقص 1 زائد هون شو بضل عندي؟ خلينا نرتبهم بس اكتب على شكل 2 تي سيكنت انفرس 2 تي، وهي الديريفاتيف للفانكشن اف اوف تي. فرع دي بدي اوجد الديريفاتيف للفانكشن اف اوف تي بيساوي ساين كوساين انفرس تي. اذا لاحظوا عشان نوجد الاف برايم اوف تي راح استخدم التشين رول. شو بتحكي لنا التشين رول؟ الديريفاتيف لهالفانكشن راح يساوي الديريفاتيف للساين كوساين، بحتفظ في الزاوية اللي هي كوساين انفرس تي في مشتقة الزاوية، لأن مشتقة الكوساين انفرس تي هاي القاعدة راح تساوي ناقص 1 على جذر 1 ناقص تي تربيع. لاحظوا الآن القاعدة معطاة بدلالة اكس، لكن الفانكشن معي بدلالة تي عشان هيك بدي انتبه. طيب الآن بدي أبسطها، شو بتساوي؟ لاحظوا الآن كوساين انفرس تي هاي بتعطيني تي مباشرة، هون بضل عندي ناقص 1 على جذر 1 ناقص تي تربيع، إلى راح أضرب التي في الناقص 1 راح يعطيني ناقص تي على جذر 1 ناقص تي تربيع. فهي الديريفاتيف للفانكشن اف. example 3 اف واي بتساوي 1 زائد كوساين انفرس 3 اكس لكل تكعيب، المطلوب هو ايجاد دي واي على دي اكس. لاحظوا الفانكشن واي هي عبارة عن قوس مرفوع للأس 3، إذا عشان أوجد الديريفاتيف لازم أستخدم الجنرال باور رول. طيب شو بحكي لنا الجنرال باور رول؟ دي واي على دي اكس شو راح تساوي؟ لاحظوا الآن قوس مرفوع للأس 3، إذا بننزل الأس 3 نحتفظ بالقوس مثل ما هو، 1 زائد كوساين انفرس 3 اكس، طبعا نطرح 1 من الأس يعني هاي أس 2 في مشتقة ما داخل القوس. الواحد مشتقته كام؟ مشتقته صفر زائد الكوساين انفرس، الآن شو مشتقتها؟ هاي القاعدة لاحظوا راح تعطيني ناقص 1 على جذر 1 ناقص يو تربيع. لاحظوا اليو هون كام؟ اللي هي الزاوية 3 اكس، يعني هاي 3 اكس الكل تربيع. الآن في مشتقة الزاوية، شو مشتقة 3 اكس؟ مشتقتها 3. ممتاز. الآن فقط خلينا نبسط هاي، شو راح تساوي؟ طيب هاي راح تصير معي 3 في 1 زائد كوساين انفرس 3 اكس الكل تربيع، هون شو بضل عندي؟ لاحظوا هاي الصفر هون ناقص 1 في 3 راح يعطيني ناقص 3 على جذر كام؟ 1 ناقص 9 اكس تربيع. ممتاز. طيب خلينا نبسط كمان هاي، شو بتساوي؟ لاحظوا الآن هون عندي بسط ومقام. البسط شوفي عندي 3 ضرب ناقص 3 ناقص 9 في القوس اللي هون اللي هو 1 زائد كوساين انفرس 3 اكس الكل تربيع على شو عندي في المقام الآن؟ لاحظوا في المقام فقط عندي جذر، إذا هاي الجذر 1 ناقص 9 اكس تربيع، إذا هاي هي الدي واي على دي اكس. Example 4. Find an equation of the tangent line to the graph of the curve sine inverse x زائد sine inverse y بيساوي باي على 2 عند النقطة جذر 2 على 2 وجذر 2 على 2. ممتاز. إذا المطلوب هو equation of the tangent line، خلينا نتذكرها مع بعض. شو equation of the tangent line؟ y بتساوي m في x ناقص a plus f a، حيث الـ A والـ F الـ A هي النقطة اللي بدنا نوجد عندها الـ equation of the tangent line، يعني هاي شو بتمثل؟ هون بتمثل الـ A وهاي بتمثل F الـ A. ممتاز. إذا الآن A معروفة و F الـ A معروفة، فقط بدي أوجد الـ M اللي هي الـ slope، وإحنا بنعرف إنه الـ M هي الـ dy على dx عند هالنقطة. إذا عشان أوجد الـ M بدي أوجد dy على dx، لأن عندي الـ y معرفة بطريقة ضمنية بدلالة الـ x، إذا لازم أستخدم الـ implicit differentiation. راح اخذ دي على دي اكس لطرفي المعادله، هون عندي ساين انفرس اكس زائد ساين انفرس واي يساوي دي على دي اكس للطرف الايمن اللي هو باي على 2. طيب
الآن شو الديريفاتيف لساين انفرس الإكس؟ هي واحد على جذر واحد ناقص إكس تربيع، زائد الديريفاتيف لساين انفرس الواي، لاحظوا واحد على جذر واحد ناقص واي تربيع، احتفظنا بالزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي دي واي على دي إكس أو واي برايم. هاي شو راح تساوي الآن؟ الديريفاتيف للباي على اثنين طبعا صفر. الآن أنا بدي دي واي على دي إكس، إذن خلينا ننقل هالمقدار للجهة الثانية، راح يصير معي واحد على جذر واحد ناقص واي تربيع في دي واي على دي إكس، شو راح يساوي؟ من هذا بصير ناقص ناقص واحد على جذر واحد ناقص إكس تربيع، ممتاز. طيب لاحظوا أنا بدي أطلع دي واي على دي إكس، إذن شو راح تساوي دي واي على دي إكس؟ الآن عشان أوجدها بدي أضرب طرفي المعادلة بالمقدار اللي هو جذر واحد ناقص واي تربيع. لما أضرب الطرف الأيسر راح يروح مع الجذر اللي تحت، بضل دي واي على دي إكس راح تساوي، وهو لما نضربه في الجذر راح يعطيني ناقص جذر واحد ناقص واي تربيع على جذر واحد ناقص إكس تربيع، ممتاز. طيب إذا هاي دي واي على دي إكس. الآن بدي السلوب، السلوب هو دي واي على دي إكس عند النقطة المعطاة في السؤال اللي هي كان جذر اثنين على اثنين وجذر اثنين على اثنين، ممتاز. عوض الآن مكان الإكس جذر اثنين على اثنين ومكان الواي بجذر اثنين على اثنين، شو راح يطلع معاً؟ ناقص جذر واحد ناقص، الآن مكان الواي حط جذر اثنين على اثنين الكل تربيع على جذر واحد ناقص، الآن برضو مكان الإكس حط جذر اثنين على اثنين الكل تربيع، هاي شو راح تساوي؟ لاحظوا لأن هذول المقدارين متساويين وبالتالي ممكن أحذفهم مع بعض، بظل عندي فقط ناقص واحد. مرة أخرى لاحظوا هذول المقدارين نفس الشيء وبالتالي بنحذفهم مع بعض، بظل عندي ناقص واحد. إذا لاحظوا السلوب هو كام؟ ناقص واحد. إذا هون وجدنا الأم اللي كام؟ ناقص واحد. الآن ممكن أوجد معادلة الممس، واي شو راح تساوي؟ الأم اللي هي ناقص واحد في إكس ناقص الـ A، الـ A اللي هي جذر اثنين على اثنين زائد F الـ A، برضو F الـ A هي جذر اثنين على اثنين، ممتاز. الآن إذا هاي شو راح تعطيني؟ ناقص واحد في إكس راح تعطيني ناقص إكس، وهون ناقص في ناقص راح تعطيني زائد جذر اثنين على اثنين زائد جذر اثنين على اثنين، يعني اثنين جذر اثنين على اثنين، الاثنين بتختصر مع اثنين، شو بظل عندي هون؟ زائد جذر اثنين. إذا هاي هي الـ equation of the tangent